السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم يجمع. سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكل إنسان خير وفيه الخير. مشكلة تنزواتي، هذا النظام العار، نظام الفاسد، نظام الخماج. درك الآن أصبح الناس اللي كانوا يقتلوا في التسعينات يقتلوا في الشعب من مخابرات خردة ومن كاربورالات اللي كانوا في ذاك الوقت سرجانات ومش عارف، كانوا يقتلوا في الشعب حاجة الشرفاء، أو من قادة عسكريين كانوا يقتلوا في الشعب. بدأوا الآن يخرجوا في رؤوسهم ويلعبوها سياسيين، ومنهم هذاك حسين هارون وشوشان والخامس الموسخ المعفن تاع اللي حاطينه في الأمن الرئاسي، كيف اسمه القتال عبد العزيز مجاهد. هذو كلهم كانوا يخططوا، كلهم سياسيين حابين يولوا سياسيين. داروا المشكل تاع الزواطين هذه، راحوا يقتلوا في الناس. توارق اهلنا وناسنا، احنا كلنا توارق. التوارق كيما قعدك التارقي وش يقول، يقول لك التوارق من جانات الورقله ليبيا. ايه هذا كلام خطير جدا. انت الظاهر انهم موجهين تهضر الهضره هذه. لا لا التوارق، نقول لك حاجه، انا نعطيك التوارق وين هما. التوارق من اخر حداده تاع الجزائر تحت، في عين كامل راس، في عين صالح، في عين صالح، مش على تحت كاع ذلك الكوان الاخرى، لسكيده، العنابه، الوهران، التلمسان، من الحداده للحداده كلنا توارق. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ لان الهضره تاعك خطيره جدا. ما عندي شك انك انت تريد تقسم التوارق. احنا كل الجزائريين توارق، وكلنا قبيل، وكلنا شويه، وكلنا عرب. اللي يحب حب واللي يكره كره، وما نرضاوش ان اي انسان يموت. هذا والله الا خطه مدروسه لاقامه الفتنه. حبوا يعاودوا يرجعوا التسعينات، اخر قروط النظام المعفن، نظام العار، نظام الوساخات والتفاهات. قاعد يلعب فيها هذاك بالراس الصلحي ضد خوتنا التوارق، ومطلعين الناس يقول لك التوارق من عين اميناس ومش عارف، ومن عين صالح ومش عارف وين، حتى ليبيا تسمى خلاص تسمى تقسموا دوله ولا مش فاهم. يعني راك تلمح لهذيك وتتكلم على البرلمانيين. شكون البرلمانيين اللي تهضر عليهم هذا؟ من هذا البرلمانيين اللي تهضر عليهم؟ الشعب الجزائري يدافع عليه الشعب نفسه. ما عندناش برلمانيين، لا من اهل الصحراء ولا من، كلهم بايعين، كلهم بايعين ظهورهم وبايعين بلادهم وبايعين شعبهم وبايعين كلش. يدي في 40 مليون باش ياكل ويسكت. اصلا البرلمان ما يدخلوش انسان وطني وصالح اللي يقول كلمه الحق، ما يدخلش لتم. اللي يقول كلمه الحق ويكون صالح ما يدخلش لهذيك البلاص، ما يخلوش اصلا يدخل. اصلا المناصب البرلمانيه تباع وتشترى بالاموال وبالرشاوي. صحيح ان اهل الصحراء مظلومين، كلهم مظلومين، وظلم كبير وظلم عظيم، ظلم عظيم. لكن ما نقبلوش تقول انت ان التوارق من مش عارف لوين حتى ليبيا وخلاص. لا التوارق مش انتم، التوارق من تمر راس حتى للوهران والجزائر، كلنا توارق. جزائري جزائري، ومسلم مسلم، ما يهمنيش مسلم ولا مش مسلم، المهم جزائري، كلنا توارق. نرجو من خاوتنا هذا اللي قادر يروح ثم يروح، اللي قادرين يروحوا يتوكلوا على رب العالمين، يروحوا لهذيك البلاصه يروحوا عادي جدا، يروحوا يحضروا مع خاوتهم مثلا. نحتسبهم عند الله من الشهداء، نحتسبه شهيد عند رب العالمين. نعرفوا باللي راح قاسي، لكن مش اول قاتل قتلوه، راهم قتلوا الاف الناس وعشرات الاف الناس ومئات الاف الناس. في الثمانينات قتلوا، في التسعينات قتلوا، في الالفينيات قتلوا، وفي 2020 قتلوا، في الجزائر قتلوا ناس ماتوا، تخنوا، رموا عليهم الكليموجين تخلقوا وماتوا. انسان قتلوه تطلع له السكر، مسكين طلعوا له الضغط، ربي يرحمه ويوسع عليه. ملاحقات وظلم ظلم ظلم ظلم، حتى انفجر مات مسكين، ربي يرحمه. كاين ناس قتلوه بالضرب، ضربوه ومات الشاب هذاك اللي قتلوه في الجزائر. مش معناها نروح نقولوا الجزائر تزيريين للجزائر وخلاص والباقي، لا لا يا اخي. احنا عارفين باللي التوارق واهل الصحراء مظلومين، أهل المشرق مظلومين، كل الناس مظلومين في الجزائر. عارفين باللي الثروات تنهب، تنهب تحت مسميات مش عارف شنو، البترول ينهب والغاز ينهب واليورانيوم ينهب والذهب ينهب،
حتى حقول كل كامله مدارينا حقول، يقول لك حق الغام هو موش حق الغام، هم راهم ينهبوا الذنب في الثروات ومسكرينها مدارين عليها السياج، ويقول لك هذا حق الغام هو لا الغام لا والو، الذنب راهم ينهبوا ويسرقوا في الذهب ويسرقوا في الاحجار الكريمه. اراضي بمتسع المتسعات ما شاء الله مساحات شاسعه، يقول لك هذه كلها تاع العسكر مسكرينها باش باش، يقول لك هذه تاع عسكر حاطينها تاع هما ينهبوا في الذهب وينهبوا في اليورانيوم في الاحجار الكريمه وغير الاحجار الكريمه في الثروات الجزائريه ينهبوا فيها. قاعد كي 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 مش عارف اللي جاي ينهب اللي جاي ينهب، وكان الجزائر هذه سايبه ما عندهاش ناس ما عندهاش شعب. نظام العام حاولتوا كل المحاولات البائسه تاعكم، مع الاخر رحتوا تقتلوا في الشباب، تقتلوا تضربوا فيه بالرصاص الحي. يا الشرطه ويا الدرك انتم كيطلقوا النار على الناس، نفرض ولا قدر الله قامت بينكم وبين الشعب، اول من يموت هم انتم، لان الجنرال موش راح يعري صدره ويخرج، تموتوا انتم. لا قدر الله قامت فعلا حرب اهليه، والله اول من ياخذ الضرب هم انتم، اول من ياخذ الرصاص هم انتم، ماشي الجنرالات ولا ولادهم. في التسعينات كي حمرت عليهم هزوا الكابات وخرجوا لفرنسا ومشوا في الجزائر بالتليفون، واللي كان يموت هو المسكين والقليل والشرطي والدراكي والجندي. كي رحتوا تقتلوا في الشباب طبوا عليهم في النار، واش معناتها هذا؟ واش معناتها استفزاز عظيم تروح تقتلوا الناس هكا جار النهار خارجين يعيطوا في بلادهم احرار يعيطوا تسالوا كيعيط خارج يعيط مدار مسيره ويعيط يا اخي، ما كسر ما هز السلاح ما دار، علاش راك تيري عليه بالرصاص؟ ومن بعد التحدي تاعنا راه في العاصمه، الناس يخرجوكم في العاصمه، ثم اللي يروحوا هزوا السلاح وتيروا على الناس في العاصمه، علاش رايحين التوارق اصلا؟ علاش؟ وشنو هو الهدف تاعكم؟ وشنو هو الهدف تاعكم؟ تريدوا فصل الصحراء؟ الصحراء لن تفصل، الصحراء تاع الجزائر تاع الجزائريين، والصحراء هما ناس الجزائر جزائريين ما يهمناش. التوارق اصلا شوف من 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 اخر ركن في الجزائر، اخر شبر في الجزائر، من تحت من الراس من تحت هذيك الكوان اللي مدايره هك في الجزائر تحت النقطه هذيك حتى الشاطئ البحر الابيض المتوسط، كلنا توارق وكلنا امازيغ وكلنا عرب وكلنا شاويه وكلنا بني مصاب وكلنا بني هجرس وكلنا بني كلاب بجزائريين، الله يلعنكم. اخر خماش الكره تاعكم راكم تلعبوا برصاص الحي باش تعاودوا تنوضوا فتنه، تنوضوا فتنه وتنوضوا حرب اهليه. ايه ومن بعد كي تنوضوا حرب اهليه وين؟ وين راح تروحوا بها؟ لو قلنا لكم ولادكم الكبابي تاعكم راهم هنا والخماش تاعكم راه هنا، كبابيكم راهم هنا ونساكم راهم هنا وانتم اصلا نصكم راه هنا. والله ما تمنعوا يا ولاد الكلب، والله ما تمنعوا يا ولاد المرخص، يا المطحن ويا المرخص. حثالة البشرية وإنجاز القوم، جبابرة العصر، حاسب أرواحكم تما دروك تروحوا تضربوا تلقوا تما تخوفوا الناس، تخوفوا فيهم، تخوفوا فيهم، ها تخوفوا في الناس. ها طلع يقول لك حنايا من التوارق من عين صالح للورقلة لحتى ليبيا، توارق كلهم توارق، إيش القصد؟ تحبوها حرب أهلية؟ حابين ديروا حرب أهلية في الصحراء، تبداو بالصحراء. جربتوا في العاصمه ما صلحتلكمش، جربتوا في القسنطينه ما صلحتلكمش، جربتوا عند الشاويه حاوزوكم، ورحتوا عند بني مصاب بصقوا عليكم وتفوا عليكم، رحتوا تلمسان بالوا عليكم، وين ما رحتوا تجربوا سدوا عليكم البيبان، اخيرا رحتوا عند التوارق المساكين. الهم والميزيريه والسخانه والفقر وزدتوا لحقتوا لهم ضرب الرصاص، يعني على واش تحوسوا انتم؟ على واش راكم تحوسوا؟ يا المرخص ويا المنجس، يا اتباع المسيح الدجال. علاش واش راكم تحوسوا؟ علاش واش راكم تحوسوا؟ شوف اللي دار هذه والله، شوف نقول لك حاجه والله غير نعرفه ونعرفه، الا ما يطلع والله غير يتحاسب عليها، والله يتحاسب عليها ولو بعد حين، ولو بعد حين والله غير يتحاسب عليها، والله غير تتحاسبوا عليها يا ولاد الكلب. جهر النهار وتقتلوا في الشباب، الله يلعنكم، الله يلعنكم لعن ويسخطكم سخط. وهذا اللي يطلع يقول لك البرلماني، كش معنا احنا برلمانيين؟ كش معنا برلمانيين؟ هذاك الاخ التاريخي اللي يطلع سواء مقصود سواء قالوا له هضر كيما هكا. الهضره تاعك راها فيها تقسيم البلاد، احنا ما نقسموش البلاد. احنا كنا توارق وتوارق اهلنا وحنا اهل التوارق. الجزائر ما تتقسمش. مهما حاولتوا مش راح تتقسم.
اما انك تتكلم عن البرمائيين، احنا ما عندناش برمائيين، لا اللي خيرهم من الصحراء ولا اللي خيرهم من المدينه، كلهم كلاب، كلهم مرتزقه، كلهم حثاله، لانه لو ما يكونش ناجس وبايع الشرف تاعو وبايع الذمه تاعو وبايع مبابه وبايع البلاد، ما يخلوش يدخل معاهم الفن. لازم يكون فاسد كيما هما، لازم يكون فاسد، لازم يكون بايع كلش باش يخلوه يدخل ثم. وما تغركش هذاك اللي يطلع يقول لك راه جنرال ومداير ومداير ومداير، اصلا هذا كل ما هم مش موصل، نقول هكذاك ما يهضرش اصلا، ما يهضرش. حبيتوا ترجعوا التسعينات، الله يلعنكم لعن ويسخطكم سخط، يا المطحن يا المرخص. لا اله الا الله محمد رسول الله، نحتسبهم عند الله من الشهداء. والله شوف، والله ما تصلحكم غير شوف، نقول لك حاجه والله غدا نضيق عليكم. شوف السلميه وين وصلتكم، شوف السلميه وين وصلتكم، اللي ما يفهمش معنى السلميه، شوف السلميه وين وصلتكم. وليتوا تقتلوا في الناس جهرا نهارا، ولا تقتلوا فيهم جهرا نهارا، تتحاسبوا عليها، تتحاسبوا عليها يا ولاد الكلب، بدون سبب تقتلوا في الناس. وصلتوا كل كلب المسعور كيما لقاش شي عرض يولي عرض في دفيرو، يولي عرض في روحو، يعرض في لحمو، تنتشو. والله غير تخرجوا تخرجوا، والله غير تتنحاو تتنحاو، والله غير تتنحاو تتنحاو، تروحوا تروحوا وتتحاسبوا بإذن الله. الله يلعنكم لعن ويسخطكم سخط.